تخيل سفينة شراعية عملاقة تتقاذفها أمواج المحيط الأطلسي، تسير بلا وجهة، طاقمها قد اختفى بلا أثر، تاركاً ورائه وجبة طعام مطهية على النار وطعاماً جاهزاً على الطاولة، أدوات الملاحة سليمة وكأنهم هبوا من أماكنهم فجأة. هكذا تبدأ حكاية ماري سيليست، السفينة التي لقبت بسفينة الأشباح بعد أن عثر عليها في عرض البحر عام 1872. لغز اختفاء طاقم ماري سيليست المكون من 7 رجال وامرأة وطفل ظل يحير العقول لقرون ويلهم عشاق الأسرار والغموض حتى يومنا هذا. فما الذي حدث لطاقم هذه السفينة؟ هل واجهوا هجوما من القراصنة؟ أم ابتلعتهم دوامة بحرية غامضة؟ أم وقعوا ضحية لعصيان أم تمرد؟ القصة كاملة لسفينة ماري سيليست. ماري سيليست سفينة شراعية تجارية أمريكية تم اكتشافها مهجورة في المحيط الأطلسي عام 1872. كانت السفينة في حالة جيدة ولكن بدون أي أثر لطاقمها المكون من 10 أشخاص بمن فيهم زوجة القبطان وابنته الصغيرة. غادرت السفينة نيويورك عام 1872 متجهة إلى إيطاليا محملة بشحنة من الكحول الخام، وعلى متنها القبطان بنيامين وزوجته سارة وابنتهم صوفيا، بالإضافة إلى 7 بحارة. آخر ملاحظة سجلها القبطان كانت في 25 نوفمبر، ولم يتم تسجيل أي شيء غير عادي حتى 4 ديسمبر. عثرت عليها سفينة دي جراشا وهي تنجرف في عرض البحر بدون أثر لطاقمها أو أي دليل على صراع أو عنف. نظريات اختفاء الطاقم الحوادث الطبيعية. إحدى النظريات تفترض أن السفينة تعرضت لعاصفة أو اصطدمت بجبل جليدي مما أجبر الطاقم على إخلائها بعد إصابتهم بالذعر. الاختطاف. نظرية أخرى تشير إلى أن الطاقم ربما تم اختطافه من قبل القراصنة، ومع ذلك فإن هذه النظرية تواجه صعوبات، منها أن القرصنة لم تكن شائعة في تلك المنطقة في ذلك الوقت، ولم تكن هناك أي علامات على وجود صراع أو عنف على متن السفينة. التمرد. تطرح بعض النظريات أن الطاقم قد تمرد على القبطان ثم قتلوه هو وعائلته قبل الهروب في قوارب النجاة، لكن هذه النظرية لا تتفق مع الحقائق، حيث أن جميع أفراد الطاقم كانوا بحارة ذوي خبرة وسجلات لا تشوبها شائبة. النظريات الخيالية. تناولت بعض الروايات الأسطورية إمكانية تعرض السفينة لهجوم من قبل وحش البحر أو كائنات فضائية، أو ربما جن جنون الطاقم وألقوا بأنفسهم في البحر. النظرية العلمية. تستند النظرية الأكثر علمية إلى احتمال وقوع انفجار بسبب أبخرة من 1700 برميل من الكحول الخام الموجودة في عنبر السفينة. عندما تم تفريغ براميل الكحول تبين أن 9 منها كانت فارغة، مما يدعم هذه الفرضية. تفاصيل التحقيقات. رغم العديد من التحقيقات في اختفاء طاقم ماري سيليست لم يتم التوصل إلى أي استنتاجات قاطعة في الفيلم الوثائقي القصة الحقيقية لماري سيليست والذي تم إنتاجه عام 2007. اقترح سيناريو يشير إلى إمكانية حدوث خلل في الكرونوميتر، مما قد يكون قاد القبطان إلى الأمر بترك السفينة. ماضي السفينة الغامض. قبل حادثة اختفاء الطاقم كان لدى ماري سيليست ماضي غامض. كانت تسمى في الأصل أمازون ومرت بسلسلة من الحوادث المؤسفة بما في ذلك وفاة قبطانها الأول واصطدامها بسفينة أخرى. تحطمت السفينة مرة واحدة على الأقل بحلول 1867 وخضعت لإصلاحات وتم تغيير ملكيتها مرتين قبل بيعها في نيويورك كسفينة محطمة عام 1868. بعد الحادث الشهير أبحرت ماري سيليست تحت ملكية ملاك مختلفين لمدة 12 عاما قبل أن يجنح بها قبطانها الأخير كجزء من محاولة للاحتيال على التأمين. ما زال لغز ماري سيليست يثير الجدل حتى يومنا هذا، تاركا المجال مفتوحا أمام مختلف التكهنات والنظريات، فما بين هجوم القراصنة والعواصف البحرية وتمرد على متن السفينة تطرح العديد من الاحتمالات،
التي تحاول تفسير اختفاء طاقمها، ولكن ما هي الحقيقة؟ هل سنتمكن يوماً من حل هذا اللغز المحير؟ أم ستظل ماري سيليست تبحر عبر الزمن حاملة معها سر طاقمها المفقود؟ بانتظار آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.